أنه لم يعد بمقدور علي عبد الله صالح ولا أي طرف سياسي أن يلغي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية، ولأنه سيواجه المجتمع الدولي وفي مقدمة المجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي هناك وقوف دوري، ملف اليمن مفتوح، وبالتالي لن يسمح، ليس لأن اليمن كبشر الأسرة الدولية معنيين بحمايتهم، بل لأن المجتمع الدولي محمي بحماية الأمن والسلام الدوليين، ومن ثم من سيسعى إلى إيقاف العملية السياسية وهو الخطر الآن الذي يمثله علي عبد الله صالح لإيقاف العملية السياسية، من سيسعى لمثل هذا العمل لن يسمح له لا داخليا ولا دوليا. داخليا شباب الثورة والقوى السياسية والمجتمعية لم تعد إلى بيوتها لتستكين وتعود إلى سابق عهدها، والمجتمع الدولي لن يسمح بأي إعاقة من هذا القبيل. لكن قد الإعاقة قد تكلف اليمن بعض الوقت وبعض الضرر فقط، ليس إلا. طيب نعود للقانون. الآن ما هي الخطوات القادمة التي ستقوم بها؟ أو قبلها تحديدا، هناك بعض الملاحظات التي كانت تقال على القانون، أن القانون هنا أن هناك 5 ركائز عادة للعدالة الانتقالية، التحقيق والاعتذار، اللي هي ركائز العدالة الانتقالية. المجموعة من الحقوقيين والقانونيين يقولون أن هذه الركائز غير موجودة في هذا القانون. يعني الركيزة الأساسية هو تتمثل في الكشف عن الحقيقة، تأتي بعدين تفصيلات في إطار الكشف عن الحقيقة. هناك بلدان قامت بتحقيقات وبلدان لم تقم بتحقيقات بسبب أنه حصل عفو، يعني عفو مسبق، وهناك بلدان عملت تحقيقات ثم أتى العفو لاحقا. نحن والأمر واضح، يعني العفو أتى مسبق، لكن لن يستمر مثل هذا العفو إلا إذا تحقق العدالة الانتقالية. ومن ثم موضوع الكشف عن الحقيقة أو الحق في المعرفة كما نسميه كقانون وحقوقي، وأيضا تسميها الأمم المتحدة، هناك وسائل أخرى لتحقيقه، وهذا القانون تضمنها، ويتمثل ذلك بإجراء تحقيق شامل على الوقائع، وأعطي للهيئة الحصول على المعلومات من أي طرف أرادت أن تحصل عليه، وألزمت أجهزة الدولة بالدرجة الأولى بأن تقدم لها مثل هذه المعلومات. وهنا أنا أدعو الأجهزة المعنية بهذه المعلومات أن تقوم بالحفاظ من الآن على السجلات، بما في ذلك في إطار أجهزة الأمن والجيش والمؤسسات المدنية وغيرها. سترتكز هذه المهمة أو سيتم تحقيقها من خلال أيضا جلسات الاستماع. جلسات الاستماع ستكون للضحايا، إذا هؤلاء الضحايا قد قضوا فلأهالي الضحايا وللشهود، ومن ثم هذه أيضا نوع من كشف الحقيقة الذي يوجد الردع في إطار المجتمع لكي لا يتكرر في المستقبل. ألن تكون ناقصة هذه الآلية؟ ألن تكون ناقصة يعني في فضح يعني الحقيقة؟ يعني بالتأكيد هناك بعض النقص فيها، ولكن كما قلت هذه المهمة يعني جرى أو هذا النقص جرى القبول به من أجل أمر أكبر وأهم، هو السلام الاجتماعي والسلم في السلم الاجتماعي والسلام المجتمعي. تحديدا يعني القراءة المتمعنة للمسودة تبين أن هذه المسودة وضعت محطتين رئيسيتين حتى ذكرت لكي تنبه الناس بأن هاتين محطتين رئيسيتين لهيئة الإنصاف والمصالحة، وهما ضحايا 94 أو أحداث 94 وما ترتب على امتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا الانتهاكات الجسيمة التي حصلت لحقوق الإنسان عام 2011. يعني هذه الفترة يعني المسودة، أنا أقول المسودة هذا ليس شيء نهائي،
المسودة اعتبرت بأنه بإمكان هيئة الإنصاف والمصالحة أن تقوم بتحقيق شامل بشأن هذه الوقائع. قد يكون هذا التصور أيضا واقعي وقد يكون غير واقعي يعني. وبالمقابل هناك يعني أعطي للهيئة صلاحية أخرى فيما يتعلق ما قبل 94، وليس التحقيق الشامل وليس حتى تقصي حقائق، وإنما أجيز لها بأن تنظر في الشكاوى التي تقدم في وقائع انتهاكات حدثت قبل قيام الجمهورية اليمنية. وهنا الأمر سيختلف بأن الإثبات سيقع على أصحاب المصلحة، بينما ما في ظل الجمهورية اليمنية الهيئة نفسها ستتولى البحث عن الوقائع والتحقيق والوصول إلى الأدلة المطلوبة. وهذا الأمر أيضا من أخذ من منظور ليس التقليل من شأن الانتهاكات التي حصلت ما قبل الجمهورية اليمنية، ولكن لأن التصور على الأقل لدينا شاركنا في وضع هذه المسودة بأنه سيكون أمر صعب أن تتمكن اللجنة أو الهيئة هيئة الإنصاف والمصالحة من إجراء تحقيقات فيما حدث ما قبل الجمهورية اليمنية، وقد يتشتت جهودها ولا تستطيع أن تقوم بعمل منتج في ما يتعلق في بالمرحلتين الرئيسيتين واللتان أدتا إلى أن تجعل الدولة عاجزة وغير قادرة على السير للأمام ما لم يجري حل. ولهذا السبب كان السؤال حول هذه النقطة لهذا السبب، لأنه لاحظتنا أشارت بمرور عابر هكذا فذكرت الفترة الماضية، فارتأيت وسمعت أيضا من مجموعة من الناقدين أنها غير منطقي تماما أن فتح هذا الملف لاعتبارات كثيرة يعني كما ذكرت وكما أشرت. نعم نحن أردنا هنا ألا نتجاهل حقوق الماضي مطلقا وألا نفتح المجال بحيث تعجز الهيئة على القيام بمهامها وتفشل. نعم طيب، ما الآلية التنفيذية الآن والخطوات التنفيذية لإخراج قانون العدالة الانتقالية الآن إلى حيز التنفيذ، وأيضا ما هي الآلية التنفيذية لهيئة المصالحة؟ كيف ستمارس هيئة المصالحة مهامها؟ حاليا نحن سننتظر إلى تاريخ 26 من هذا الشهر، وهو قريب، لتلقي ملاحظات كل الأطراف وهو الأحزاب والأفراد، من أرغب أن يقدم رأي يعني ليس فقط رأي وملاحظة وأن يقدم مقترحات، وسيجري تصنيفها من قبل وزارة الشؤون القانونية، ونحن أعطينا لأنفسنا مدة أسبوع، بعد ذلك سنعمل للتشاور مع شركائنا الدوليين بهذه المقترحات وما الذي ممكن استيعابه وما ليس ممكن استيعابه، ثم سنصيغ قانون مشروع قانون خلال أسبوعين سنقدمه للجنة شكلها مجلس الوزراء من الوزراء من عدد من الوزراء. أنا رئيس لهذه اللجنة، سوف أقدم المشروع بصيغته النهائية فيما يتعلق بنا كوزارة الشؤون القانونية، وفي نفس الوقت سنرفق الملاحظات التي لم نستوعبها ليجري المناقشة أيضا لها من جديد. ومهمة هذه اللجنة أن تقدم رأي نهائي قبل أن يجري مناقشة المشروع في مجلس الوزراء ثم سيقدم إلى مجلس الوزراء. طيب، هل وجهتم دعوات للفعاليات السياسية والأطراف السياسية لتقديم ملاحظات آخر لهذا التاريخ أم طبعا نحن عقدنا لقاء تشاوري ودعونا الجميع، وأنا أبلغت من بعض الأحزاب السياسية حينها بأنهم لن يستطيعوا أن يناقشوا في هذه الفعالية لأنهم لم يدرسوا المسودة بعد، لكن الآن لديهم فرصة كافية كانت. والشباب الساحات أليس طرف في هذا الموضوع؟ نعم، ونحن دعونا أيضا شباب الساحات، وأنا دعوناهم، عملنا أخبار، عملنا إعلانات، أنا في كل مناسبة أجدها للحديث مع وسائل الإعلام أدعو شباب الساحات وأدعو المنظمات وأدعو الجميع بأن يقدم ملاحظاته. طيب، الآن مقرون في هذا القانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذكرت أثناء حديثك أنه
ستقترح مستقبلا أن يكون هناك قانون خاص بالمصالحة الوطنية، وهنا مقرون المصالحة الوطنية بالعدالة الانتقالية. المصالحة الوطنية انطلقنا منها من مدرك أن لها جانبان. الجانب الأول وهي المصالحة السياسية، الجانب الثاني وهي المصالحة المجتمعية، وبالتالي شقاء المصالحة يمثل المصالحة الوطنية. هذا الجزء هو أقرب إلى فيما يتعلق بهذا القانون، وهو قانون العدالة الانتقالية، هو أقرب للمصالحة المجتمعية لأنه يحقق الإنصاف للمجتمع لكي يقبل هذا المجتمع بالصفح عمن ظلمه، الإنصاف إنصاف المظلومين. لكن المصالحة السياسية هي مطلوب بين كل أطراف المجتمع، سواء كان ممثل بمؤسسات المجتمع أحزاب ومنظمات، أو ممثل بحركات اجتماعية، أو أيضا ممثل بتيارات دينية أو غيرها. ومن ثم تلك المصالحة سيحدد أسسها وسيجري التوافق على هذه الأسس في إطار المجتمع، في إطار المؤتمر الحوار الوطني. جزء منها سيكون أساس للدستور القادم، والجزء الآخر يمكن أن تصدر فيه قوانين أخرى إذا وجدت ضرورة لقوانين أخرى، أو يمكن يكون فيها تتخذ آليات أخرى لتنفيذها من قبل الحكومة، كأن تتحول إلى برنامج. هذا البرنامج يأخذ طابع قانون، يعني من حيث أن الحكومة تقدم هذا البرنامج إلى مجلس النواب، وعندما مجلس النواب يقوم بمناقشته والموافقة عليه، هو ليس قانون ولكن برنامج ملزم قواعد تصير شأنها شأن القانون، أو يمكن إصدار قوانين. سيتوقف على طبيعة الأسس التي ستطرح في المؤتمر الوطني، مؤتمر الحوار الوطني. في مؤتمر الحوار الوطني، ومن مهام الحكومة أيضا الخروج بدستور جديد، وهو ما طرقت الإشارة إليه. ما دور وزارة الشؤون القانونية في الدستور الجديد؟ بطبيعة الحال في آلية تنفيذ العملية الانتقالية يعني أولت مسؤولية إعداد الأسس لهيكلة الدولة وفقا لدستور جديد إلى الرئيس الجمهورية والحكومة. ومن ثم نحن أتينا وترجمنا هذه المسألة في إطار البرنامج العام للحكومة، وبالتالي هناك مهمة منوطة بوزارة الشؤون القانونية باعتبار أنها المعنية في إطار الحكومة بهذا الأمر، وهو إعداد كل الأطر والأسس التشريعية، وتشمل ذلك الدستور وغير الدستور فيما يتعلق بكافة المتطلبات المرحلة الانتقالية. لكن فيما يتعلق بالدستور الأسس ممكن المساهمة بطرح أسس تقديمها إلى المؤتمر ومؤتمر الحوار الوطني، والمؤتمر هو الذي من له القرار. ستشكل الحكومة بعد انعقاد المؤتمر الوطني